بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن داوديال كسو دوادا وركا تلفشن كاقران كصوماليات كلان الوسو دوويري مدحوينها دالكي وليبا وفودي كاقب قشي على مساركي مدحوينها كوفور قلبيد ولغو قبطي مقاردة بيدابو احرنتكم يلقار كاهي دولد قبريد كاسي مدحوينها جمهورية دا فدرال كصوماليا مداني محمد عبدالله فرماجو وغدك تلفن كاقراح اللي لقيسة كينيا يوحا ومجيه إن شعبك إيو ليبا دولد صوماليات قرب تحقيهين رئيس الوزراء حكومة دا فدرال كصوماليا يوحا وكرمير وكرقلي حالة الشرق هاي دا دولد وكتغي قار كمي دا وزارة دولد فدرال كصوماليا رئيس الوزراء UK تريسا مي يا كبد بادي موشين عدكا كرسوني دا لوغالا نقوم لها وبرلمان ودن كا يوكي اي هورنيجين معارض كا ودن كاسي انتاسي وا قدو بدا ورك ايغا ودر كرون هاتا نا قدو بدا سي او قدو بكالي او اني دي سو جيدي اني بعد شكور الي احمد كسور دوادا لوسو دويني يي مدحوينها دالكا يي وليبا وفودي كتب قشي على مسار كي مدحوينها كوفور قلبيت صوماليا يا لوغو قبطي مقالة بيدابو يا حرونتا كوميل جاركا يا دولة كوبلات كاسي ابراهيم قول لاسعاق يا كصور رمي حفلة دحري وسو قارتي سد حريها بين نمو وحي قبل قبو وهيد على مسار كي مدحوينها دولة كوبلات كوفور قلبيت صوماليا مقالة عبد العزيز حسن محمد افتقرين هو غرين ودوميها قبل كباي علي وردير الدويو يقدوميها قبل كشب الله هوسى محمد إبراهيم بري أو قابتك هدلي أي سيادة أو قهدلي مهمة أي ريضة هين لإسكو فرو ودوين تنسكو حلو ديقانة دو كونفور قلبيت أو قاركوت أي كوحانة بديد كه قدوميين قدوميها قدقى مدح بنان إدو رشوين قرن كا حليمة إسماعيل إبراهيم حليمة يري يقدوميها أور كاوين قرن كا بطولة حمد قبلي أي وجود عيي مدحوينها عصب الكونفور البيت إنه على الله جرب جرب مسؤولية دلو دورتي مدحوينها دولة دبلات كهير شبلة مدن محمد عبد واري يقدوميها قلها وكيلة دولة دبلات كبونتلان أي شيء إن يسيح وجن دونان وذا شقين تا إلى ليه مامو كونفور البيت غير كونفور البيت أو عليها غير كونفور البيت أو مامو الكرام دستير هول مدن بس كسر مستير لو كان دستير وحلوقنا هي هنا إداريو ليس نقرب تاقو مدحونا عصب سياد هرمري يقول هذا قادا وفر قلبيت وحان هاي متارا اشكو دقن هاتي ميد عافي مادو كتلوا جهنا هاتي ميد دواتا قدعا دو كتلوا قدعا وحبالان قادة إنا أنو دولتين لك عشانين ما ملقاش عصب يمنحوينا عصب إنا الله شقينا gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la garab istaago madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed may hawada aliyay madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo shacabka Koonfur Galbeed si yohanin ka dhawaayeen magaalada Baydhabo تاسمه تو سیاست انتی و جلیم مگه حالا دلشو ادینتیو میلها ماسنتین 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 بنانی دار نو فیلایت دردارن ابوانه دار نو فیلایت دردارن تی ده هدی آمپو درصدو و حال لیهای که اغلاهان که پارلمانهان و حال دیارون نهای gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane cabdulle sheekh ibraahim muudey ayaa ka hadlay waxyaabaha muhiimka ah ee hor yaala madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed may kale la jidiyey inta lagu sheegay inay lagu shaqeeyay dib u heshiisiin dadka dhadiisa arrintaas uskula raw ma e أرن دين كسرائسون دين كسرائسون مدحينها عصوب دولة قبلت كونفور قلبيت صوماليا مدان عبد العزيز حسن محمد لفت قرين أيا كعود صدي شعب كدي قانا دا كونفور قلبيت إنا إلى شقيان خير كونفور قلبيت قارهان خير بيدهو وقتاقنا مناسبة دان لبدان بكتسو دوين تا
يودير جرو على مسارك يسودوين مرتين هوي معطي سيسودوين لهاين أيها الأخوة ما دخلنا يا واجب كنا جدتين مدحتين بسودوين ولاليين بسودوين وكم حسنتين وحاي احترامتين وعلى مسارك يسي يشرفتي ساكرق يبقاتين مدحتين نحسوه لدورتين أيضا هذا وكم حسنتين gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa shacabka koonfur galbeed ku amaanay soo dhoweynta wufuuda ka qayb gashay xafladda caleema saarka madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ugu horeyn shacabka soomaaliyeed uga tacsiideeyay geeridii ku timid allaha u naxariistay marxuum maxamuud muuse muure oo ka tirsanaa halgamayaashii uu ka swayl oo geeriyooday waxaan dhinaca kale uu sheegay in dowladda dhexe ay mar walba garab taagan tahay dowlad goboleedyada dalka waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeyno ee baa uu ka soo qaatay hadaan xasuustaan waa ninkii loo talaalay ee Allah uu naxariistay ra'iisul wasaaraha hore Abdullah Ciise markii uu socday New York iyo London oo laga baqay in la sumeeyo ninkii uu ekaa oo naftiisa u horay macnaha inuu isagu la talaalo hadii ay sun tahay inuu dhinto dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo magaalada tanbeedhabo uga qayb galay xafladda caleema saarka madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka ibraahim guda isxaaq raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa dhinaca kale waxa uu qadka taleefanka kula hadlay dhigiisa kenya uhuru kenyatta waxaana uu u muujiyey in shacabka iyo weliba dowladda soomaaliyeed ay garab taagan yihiin dowladdiisa iyo weliba dadka kenya isla markaana wadajir ay isaga kaashanayaan sidii loo ciribtiri lahaa argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dowladda iyo shacabka kenya uga tacsiyeeyey dadkii ku dhintay weerarkii talaadadii ka dhacay hoteelka dosid ee magaalada nairobi qoor kooban oo lasoo dhigay barta twitter-ka ee madaxweynaha soomaaliya ayuu ku sheegay in madaxweyne farmaajo khadka taleefonka uu kula xiriiray madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta una muujiyey in soomaaliya ay garab taagan tahay shacabka kenya madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay sidii la isaga kaashan lahaa ciribtirka falalka argagixisnimo weerar loo adeegsaday qaraxyo iyo rasaas ayaa talaadadii lasoo dhaafay lagu qaaday doosi 2d hotel kaasoo geystay khasaare gaaraya dhimasho ilaa 120 ruux 19 qof oo kalena la la'yahay ilaa iminka waxaa sidoo kale laga soo badbaadiyey weerarkaasi argagixisnimo ilaa 700 oo qof sida ay sheegeen mas-uuliyiin wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu kormeer ku tagay xabsiga magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya si uu u kurgalo xaaladda maxabiista ku jirta xabsigaasi siraaji sheekh saaq wariyahayaga magaalada baydhabo ayaa warkan noo soo diray abuqaatir xasan xuseen xaaji wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowladda soomaaliya oo shalay soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa maanta kormeeray xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo ay ku jiraan maxaabiis aad u fara badan halkaasi waxaa warbixin kaga dhagaystay taliyaha ciidanka asluubta koonfur galbeed isagoo oo midnimad u booqday qolalka ay ku jiraan maxaabiista iyo xafiisyada ay ku shaqeeyaan saraakiisha ciidanka asluubta waxa uu la kulmay qeyb ka mid a maxaabiista xabsiga ku jirta xilli baloon ay ku ciyaarayaan gudaha xabsiga waxaana uu ku dhiirigeliyey inay noqdaan xirfadley gudaha xabsiga wax ku barta wasiirka oo kormeerkiisa ay ku helinayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed sheekh xasan ibraahim lugbuur iyo taliyaha ciidanka asluubta ayaa sidoo kale kormeeray xarunta wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda koonfur galbeed isagoona xafiisyada wasaaradda midnimad u kormeeray waxaana uu kala sheekaystay habka shaqadu ay u socoto qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda oo xilligaasi shaqadooda caadiga ku jiray ugu dambeyntii waxaa kormeerka wasiirku uu kusoo gebagabeeyey xarunta maxkamadda koonfur galbeed halkaasi waxaa kulan kula soo qaatay howlwadeenada maxkamadda iyagoo oona ugu warabixiyey duruufaha adag ee xilligan ay ku shaqeeyaan
وزيرك وزارة قرصورك يو عدالة كونفور قلبات سيحاتن إبراهيم لقبور الله الله ورفديانك عيا شيغي إن ما أنت آدو قفر حسينهين إنو سوغارو وزيرك وزارة قرصورك يو عدالة دولة الصوماليا وحانو الشيغي إن بوغشان وزيركو أي قول أطهاي لما أن شقالها وزارة قرصورك يو عدالة كونفور قلبات ولعبات فرح سنين إلا لما الأجراء وليك أنه مع المدى إليه كرصور بفضل ولعبات فرح سنين إليك لكل ما المسيرة المحمشان في مدى أجراء وأبوال حلقة يوها يدور خمتي خاض دارد دارو فك الشقة يوها 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 الشقة يوها يوها فك الشقة يوها دارو فك الشقة يوها لما عدت عدت صار لأجراء مدى أجراء حكوماوها المليون دولار هل دولار مقلعي مشان قال غان هو ليس يام ما إلى هاي على ود ما إلى هاي كنت ناش هو إيش هاي أبوكات الحسن حسين حاجي وزيرك وزارة قرصورك يو عدالة دولة الصومالية يا دنكي سشيغي إن وحكا ستوى معانتا عنده سوو كواركي لهر فريسن دونا مدهد قرنكا سوى حلو قبطو دروفا عدو بأيكو شقيان شقالها وزارة قرصورك يو عدالة عدالة هو بجاك مركع عدالة تسليل لهر ما يكون لكا أهمية الفوين أو دولة دولة معركتين أنا أقول لك نلو أو عبسي تولد عدالة عدالة نلو عبسي عالمي قد عدالة عدالة حتى ما يمو بطي أفل بلد عدالتي عدالتي حتى لحنا قدي سلالي شيء سأقول بحين دقلنا الصوماليا بايدا لدى فدرالك الصوماليا يا لو ريكتي إنك بدن لحدن قواردة قاشا منع ودولد قدر رأيكو تلقى شيء الصوماليا ونيا ريما دفاع محمد حسن علي ناشنال أياك ورمي قاديد كان أو ترادو دي قاريسو لحدن يزديد نوع دقالك أيكا شام
dadaal badan ku bixinayaan in sharafkii iyo karaamadii uu soo laabto oo dibna loo dhiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxay astaan u tahay soo laabashada ee sharafkii iyo karaamadii xoogga dalka Soomaaliyeed. Maxamed Xasan Cali, idaacad iyo telefishinka qaranka, magaalada Muqdisho. Sawiridda nooraha iyo manooraha waa mid ka mid ah waxyaabaha cajiibka ah ee aanu dunidan aanu ku noolnahay. Magaalada Muqdisho waxaa ka jira kobac dhinaca farshaxanka ah oo sii xoogaysanaya, waxaana sidoo kale dheeri ah in ay jiraan goobo waxbarasho oo loogu talagalay in caruurta lagu baro farshaxanka. Haddaba wariyahayaga Deeqa Abuukar Jiino ayaa u kuurgashay oo warbixintan inooga diyaarisay. Farsamada gacanta ama sawir gacmeedyada la sameeyo waa shaqada ugu badan ay xuufsatada ka shaqaystaan, waana isha dhaqaale qoysas badan. Sidoo kale waa meesha keliya ay dalalka dunida ku kala hormareen. Aadan Faarax Afey waa artiste farsamada gacanta ku xeeldheer, waa hiwaayad dhaqan uu jeclaystay, waxa uuna door biday in uu ugu faa'iideeyo jiilka soo koraya farsamada gacanta si ay ugu faanaan dhaqankooda waxna ugu qabsadaan. Caruur badan oo Soomaaliyeed ka faa'iideysatay ilaa hadda 4 riyaal loo dhigaa waa arki doontaa oo mtaqaana artiska la baraa oo hor fadhiya, balse codsi fara badan ayaa dunida nooga yimid oo rabo yani iskuulkan inay kasoo qayb galaan oo astaan u wada. Waxaana maraynaa 22 mtaqaana khalaadoodaan maraynaa. Caruurta waxay sawiraysan aad ay u fiinaadeen, banaankana aada loogala socdaa. Waa caruur aad u daayar xilliyada fasaxa ee iskuulada iyo dugsiyada qur-aanka ay xiran yihiin, waxa ay door bideen in ay bartaan artiska. Qaarkoodna oo aan wareysi la yeelan ayaa rajaynaya inay mustaqbalka ay ku rajaweyn yihiin inay noqdaan dhalinyaro mar walba ku dadaasha horumarinta artiska ayagoo waqtigan la jooga oo da'yar qaadanayaan cilmi ku aadan. Intay maan waxaa ka socon jiray iskuul Global Primary Secondary School hakii maa jir, waxaa laga duwan jiray barnaamijka gowlada iyo maxallahay heesta calanka. Kadib kaalmaha kala jiray aanta ku imaan marka kaalmaha horehore. In la barto artiska waa mid ku xiran hiwaayad oo aad jeclaato, mana ku badna dalka dugsiyo si gooniya loogu barto, balse waxaa horey u jiri jiray in maadooyinka la barto qayb ka ahaayeen, sida oo mar kale ii sharaxayo Aadan Faarax Afey oo artista Soomaaliyeed kana mid ah hoblada Waaberi. Kadibna waan iska jeclaa waxbarashadiida maahan. Saad ogtihiinna dalka weligeed lagama furin akademiya mataqaanaa laga barto fanka siiba artiska. Marka Buubuusi iyo waagii kacaanka oo qaar ka mid a artistayaasha loo diri jiray dibadaha waxay ay soo bartaan wixii gudaha, wixii filimaanta laga arko, wixii buwaagta laga helo, waxaasoo la isku biirsaday waayo aragnimadaasa waxay soo saartay artistayaal fara badan. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan waa wiil da'yara, haddana dareen ahaan waa mid ku faraxsan inuu mustaqbalka uu ka dhex muuqdo dadka waxtarka u ah bulshada. Waxa uu ii sheegay in waalidiintiisa ku garab istaageen inuu ku dhiirado. Waxaan rabaa inaan kaar heer sare, inaan noqdo engineering oo guryaha sawiro shaxan, sida guryaha loo sawiro masqad ahaan. Waxaan rabaa inaan barto farsamada gacanta, gaar ahaan artiska. Waxa uu door muuqda ku leeyahay ka qayb qaadashada wacyigelinta bulshada, kor u qaadista dowladnimada, kuwaasoo lagu muujinayo sawir gacmeedyo goobaha la iskugu yimaado. Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay horey u sheegtay inay dib loo howlgelin doono dugsiga farsamada gacanta si loo sii laba jibaaro horumarinta farsamada oo qayb badan ka kooban, waxayna keeni kartaa inay soo baxaan aqoonyahanno badan oo ku xeel dheer artiska, balse waayay fursad aqoontooda ay ku soo bandhigaan. Deeqa Abuukar Jiino, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliya oo ku howlan samaynta qorshaha sagaalaad ee qaranka ayaa wadatashi ku aadan waxa ay la yeelatay hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdirashiid Nuur Ibraahin ayaa ka waramaya.
وحاول تشيان قبضه كها وزير كحجان كوزارة قرشين تا وزير كحجان كوزارة مالية دا حكومة الصومالية أقسم يش جودة وزارة هالدولة دا يا قسم كقرشين تا هيا له الدولة دا وزير كحجان كوزارة قرشين تا مالجش يجهر مالتها دقالها حكومة الصومالية فهم أحمد نور أي شكتين أهمية وين وضل كولي هاي قرشها هر مالتها قرن كسجالات برضو في قرشين دول اسمه شقين مددر وحان اسكده صوماري هذا هو التشغيل وحان قسوه بالبين ونعسطده يسيب السوسايتي باندر اين وحان جوغة طمان وزارده يطبق أورا يقول كي بنادر وحان لوسي يطب الدوانا كوالله ومدون كوريدي يدر بروفيسر عبد الله الشيخ علي قلوع وزير كحجين كوزارة مالية الصومالية أي أكو أمانة وزارة قرشين تسمعين تقرشها هرمانين تقرن كسقالات سيقون من عصده قرشوين كي كالدوناء الدلكة وإنتو ذا بدن قوبيو قوكا ها سمعين تودا يفلين تودا وحال لحن كفلاء وحال قرشتي وحال داما وضروسي وحال حوق من الشمس كيف أردت أن أسل أحتر وعد وعدهم من ذلك أبنى إليه معنى هذا الوحي إليه إلا صوم وأبوه وأتليس وضنا كالبس العليا نظام كيف أشرت من قصة ونقرأه كما قلت وزارة لنا أعتبرها بذي وزيرة الوحى قرب الله عمار وآيات فضلنا وآيات فضلنا وزارة لنا من التقيقنا نحتم المتعلم وأن فرق السن هو شيء قاعدتها قيمنا نمبر 1 صداو بناء قصير كل ما نمر بحاجه نقول لنا يا طبعاً في مرتبه سير لا رب العالمين الى تغيير دا صوت التوسعه كيف سينما انا بقول لك شغله اذا قعدت ولتشيغان ايا وحو وصل وها قيحيدا سبولنمدا سوماليا iyo sida loo yareyn karo faqriga geedi socodka dhinacaynta Soomaaliya iyo qodobka kale ugu dambeyntii hay'adaha dawladda ee ka qayb galay wada tashigan ayaa koox koox uga hadlay tubaha uu ka kooban yahay qorshaha horumarinta qaranka sagaalad isla markaana soo bandhigay talooyin dhaxalgal u ah diyaarista ama qorista qorshaha horumarinta qaranka sagaalad oo haatan wada tashigiisu socdo Cabdirashid Nur Ibrahim telefishanka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho شغالها إيو مسؤولين تا قدقة مدحة بنان حدودها فدرالك صوماليا أيو حيكي قيب غلين برنامج كا إسحلقان ديبلو غولسا يوخ مكتبة دا قرنكا عبدالرساق عدي سليبان أيو ركني نوخيا وچي قيل لبان اي حايا دا دولة دا صوماليا أيا كودو قبا قبا يدو الشقة دا إسحلقان وغسو عطاسيها بصميلة تياتر كا قرنكا إيو مكتبة دا قرنكا إيو مدحف كا قرنكا مسؤولين تايا شقاراها قدقة مرحة بنان إحدودها أيا شقا أدكا قبطي مكتبة دقاركا محمد محي الدين مرسل أو أحبين كاتسو قدقة أيا الشيقي إن أي مركي لباد قدان أيا واجب قران سوي نوغا قيب قاتين برنابيس كي سلقان دلقاقا قدسو قدقي للا مانت جوغنا هنتي حقيقة شقاراها يو مرحة قدقة هذا مانت وضبا وحواجب قدقوتين سيدي شرفت لهيد وقتي اي مالين اي وقتي لالين ايا تايم كي وقت لغالي كفايديستي شغلي واجبات كنسيي سي بوغ لغو بوتي مركو حالينا اي برامش كوتاي شفي عالي ويهي قدوم يوكو حقيقا قدقا مرا حبانان اي حدودها حسين حاشي حسن اياتي ما بي ان نسيب كي سؤاد او ناكسي هاي قوب جوغنا او نغري اسكا وحوق بسو اي سحلقان دلقاقا كودسو أنا قال إيه ما أنت كوباد أو إسكال وحق بسوا قارن كي مدحف كي ما أنت شو برجع وحكي سيبها كم ذاها ما أنت أنا وحكي بس ما معرفتي وكيش قيمة أدي أدب نوقف حسن هاي ذلك وحلا قد سي إسكال وحق بسوا لورين شيء هذا نسحيل قام بعليه شقرا أي قد جوكا قبتي المكتبة قارك وحسي وين وجو مهات عليه أجاسي لها مكتبة قارك أدي أدب أي استقلوا ناسنيت شكا شرف لبي قبتين وانوغا مهل علينينا واجبكا وضريقا اردال كودا ايو قبانيين وحادقكا تمال المالمها كميدا قف عليك ايضا كميدا انو هالكا صومري دونو سوى علميه سيواتا وليبا دادكا يريار وورن دونو مكتبة دقارنك ايه هذا وجيدو انا وحكا نسي عبدالساق حاجي سليبان ورباني تقارنكا نقال هذا مقدشو مقال هذا مقدشنا
قاريدك بالدبسك دولده سي حمر أيها كوغوليستي إن أي دميان دبكك لشي كورونتو غوغنا سيوكو تالا إزغوزك صوبة مغالدة تاني رحمة يوسف جمعالي أيها وركاني نوحيسا dabkani ayaa waxa uu ka kacay goob ganacsi oo lagu iibiyo alaabaha dhismaha iyo dawooyinka oo ku yaala kasoorjeedka dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu socday dabkani in ka badan 2 saacadood waxa burburay dhamaan hantidii taalay goobahaasi ganacsi oo kala ahaa goob lagu iibiyo alaabaha dhismaha oo sii hurisay dabka maadaama ay yaleen alwaaxyaha tubooyin badan iyo goob kale oo ahayd meel lagu iibiyo dawooyinka maamulka gobolka banaadir waaxda dabdamiska iyo shirkadda hormuud ayaa si degdeg ah u gaaray meesha uu dabka ka kacay si ay u damiyaan lama oga sababta ugu weyn ee sababtay in dabkani uu kaco laakiin ganacsatada qaar waxay noo sheegeen inay ka shakisan yihiin meel ku dhagan oo ah meel jiko u ah goob caruurta wax lagu baro oo ka gadaaleysa meesha gubatay xawsiyad oo ah hooyada ay wiilasheeda leeyihiin meesha dawada lagu iibiyo ee gubatay ayaa waxay noo sheegtay in dabka uu ku bilowday si xoog badan aysan u badbaadin wiilasheeda wax hanti ah أحمد سياد قيري أو أهمي الكيلة حرمت باسمها أي قبتي أي ورباهنت قرنك أشيغي إن هنتي سأي بربورتي ونا قبتي نمان وحيا لي قبتي سقنعسي أنا دكان كان سقل برامر علي هاي مع مراس ما كان هاي مركز دبا كاكا عاي دبا مخوكا كاكا عاقين تقل علي سان قياسي الله اسكول كا كشي كزو كاكا عاي مركز قودة هامو خبصة باسمي يوغن سيا الله سبحانه وتعالى دمسك وحكي ما لا ملفب لكن مع رجينا هنا ما عمل جوهر كبنات إنه عليك يسد هذا الشيء مرة ودقموين كهضم إيو وبريو هل قوبة إليه سي رد هذا الشيء أو سمعنا رسول مريم وحاولي سعودي دلالة لغو رمستر يودمين تدبكني قلن كي دنباء إهمان تككعي نسميال قناعسي تضبات يو رسيدان وقلاء يقيب كمدا سوق قناعسي وين سوماليا وككعي دبقيستي قصارة كالدوان رحمة يوسف جمعالة راضية اي تي في قرنكا مقدشو ارقا عما يندحا و حبنا كميدا كو اوميهم سن ادنها ويلح جرأة او مدخل سنة اندلعانها يالو قولستي ان ديبلو سوء لينده سايلها مركز وحا خلي لو سمية اسبتال كحلال ويلكاسي لحجرك اها هذا وربحين تان سو سعطا يا وحي نوغا دياريا يوري هيغا موسى اسمان ابتو الياس حسن محمود وويلير او لح سنة جرأة وحو اها ان اللعان انتبضا مدو حل سنة أرق الآن هري أيوهها وحو كل شيء تولد الله بقرس إكتر سندق ماذا عدالي إقبال كشبالها دحي إلياس مددقو إن الله آن تاها وحا نباتا كوقبي والدين تقلي إيو إهلا ديسا ما داما أوها ويل إن الله آن أوان وحبك أتكرين لبضا إندو وحونا أها رجال آن إساقو أوان لأياري كرين عروو تدقات ديسا إيو إساقو أنهرين وحبرشدي لنا قرآن كريمك إيو استولادك ويلكن ير او ان لهين وح ارق ايا وح او كسو جيدا قوي سبولا او ان هيسن وح دقالاه اي كو دوويان ويلكودا وحين كنو ليهين ميغا فوق اي دقمدا عدالي اي قبر كشغالها دحي ايضو حالك الياس او هالكاسي مرايو والدين تي دلينا اي لفكريان وح اي وزارد وحبرشدة حكومة فدرال كصوماليا ايا وحا اي ديبو لوريكتي اسكول كاران اسكول كاس او سلع لانا وحيقو براندونان ارديد الصوماليا مختار تيمع دايا ومحين تاني نوحيا مامل قدق مدى كاران وجيدك وقوة لي برشدة وسوية ايا وحا اي هايد ورقلينكو ادان دوكسيقا لغو مقعابو كاران لغو ريجي وزارد وحبرشدة دولة فدرال كصوماليا
والدين بدن وبد كود دكتان دوسي كاران ايا موجين رالي كاين غوانك وزارد وحبرشدا عرور تضر هيلي دونا وحبرش بلاشا وعلى سو علي دوسي غينا مكي اسياد بر او جو جيرو كاله ما انت نوخاي كو دغناينا العقل ان او فيه ادي ادبر ماسيين وانو ما نقينا عيال كاني وحبرشدود اياي كو تدالين انت نو سو تداشي انت وحنا سو قبتي ددكا وقتي او هوراي او جندي غليي او نو سو دمهينا ادبي وماسيين معمولكا اسكولكا يا معلمينتا معمولكا دغمدا iyo meelaha ay u mareen ba aad iyo aadan ugu mahadcelinayna maamulka degmada Kaaran ayaa waxa uu muujiyay in laga shaqeynayo dhawaan sidii adeegyada waxbarashada dawladdu gacanta ku hayso looga hirgelin lahaa iskuulka adala wareegay ee Kaaran waxaan ugu baaqaynaa waaxaha kala duwan ee degmada Kaaran ruux kasta oo muwaadin ah oo ku nool maanta wixii ka dambeeyaba waxaan ku soo dhaweynaynaa iskuulkaanu in ay san jiro wixii shala la yaqiin fiidi ee dadamisanahay in ay uga maqayeen arruur badan oo iskuulada ay uga maqayeen figo la waayo waxaan dareemay karna waxaad maanta wixii ka dambeeyay waxaan uga maad celinaynaa maamulka dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada qarankeena Soomaaliyeed taas waa uga maad celinaynaa qaranka Soomaaliyeed dadaalkaas iyo gacantaas weyn oo ka helnay hadaanahay reer Kaaran waa idinka weelag waan uga maad celinaynaa guushaas aan helnay oo gacanteed Ilaahay soo geliyay oo jiilka hadda jooga iyo kuwa ku xiga baadaan gaarno ay noo dhigo doonaan waxa kale soo xarbiyay oo soo dadaalay hay'adda shardo oo in badan bulshada caawinaysay oo qarankooda ku sintay intay qarankooda gacantiisa ka helaan dhamaadka sanadkii tagay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegtay in ka badan 20 iskuul oo hadda lagu howlan yahay inay noqdaan kuwa ugu wanaagsan dhinaca tayada waxbarashada dalka Muqtar Timac Cabdi warbaahinta qaranka Muqdisho isbeddelka cimilada waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu weyn ee dunidan aan ku nolnahay qowrdanka deegaanka waxay sheegayaan in Soomaaliya ay hadda wajahayso dhibaato kaga imaanaysa hawadeeda gawaarida gabowga ah iyo waliba matoorada dhex yaala magaalooyinka ee korontada laga dhaliyo uumiga ka bax waxa qowrdaas ka mid ah maxamed shamcun umar oo madax ka ah hay'adda ilaalada Soomaali conservation oo ka shaqeysa arrimaha deegaanka waxana uu sheegayaa in loo baahan yahay in dawladda Soomaaliya ay wax ka qabato arrimahaasi conservation Soomaaliya waa hay'ad Soomaaliyeed oo muqdisho fadhigeedu yahay kana shaqeysa mufaqana arrimaha bii'ada funti bii'ada marka laga hadlayo sidii loo badbaadin lahaa waa arrin masiiri ah oo loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka intaba inay u baraarugaan for example haddii mid example aan ka bixino dadku xaaladda ha sanadkii oo mid aan dad gaaray ilaa 8 milyan adduunka dhan in ay u dhintaan muqaana arrimaha saabsan air pollution iyo hawada oo qasan waana arrin muqaana muhiim ah oo haddii dalkeena muqaana burburkii kadib gowaridan iyo warshadaha mataqaana tamarta dabiiciga ah oo magaalooyinka xaafadaha dhexdooda ka furan qashinka meel walba lagu gubaayo waa runtii wax mataqaana biyada dhibaato weyn u geynaayo dadkaas faraha badan ilaa 8 milyan gaaray sanadkii dhinto oo la leeyahay waxay u dhintaan mataqaana arrimaha air pollution waa in wax laga qabtaa hay'adina runtii waxaan soo saarnaa wax laga briefing paper oo ka sheekeeya mise ka hadla dhibaatada jirto haddii la ilaa solid waste mataqaana qashinka qashinka cusbada ka soo baxo air pollution-ka iyo mataqaana hawada talabuskeeda oo aan hadda ka hadlaynay waxyaalaha kale aan ka hadalnaa waxaa ka mid ah environmental education waxa la dhaho sidii dadku wax loo bari lahaay markee runtii mataqaana fariinteena ugu dambeysa anagu waxay tahay in dowladda mataqaana ahamiyad gaar ah ay siiso arrintan bii'ada shaqooyin badan bay dowladda qabataa anagana waynu ku garab istaageynaa shacabka soomaaliyeed iyo dadka mataqaana individualska ayagana hadda waxaa laga rabaa intii karaankooda inay mataqaana qabtaano ay ka mid tahay qashinka meesha ay ku tuurayaano qashinka guryaha lagu gubayo guryaha dhexdooda runtii mataqaana xataa mataqaana marka wax lagu karinayo dhuxusha iyo qaaca ka soo baxayo qofku caafimaadkiisa wax u geysanayo marka conservation Soomaaliya waxay soo dhaweynaysaa cid walba oo ka shaqeynaysa arrimaha biyada anagan runtii waxaan xaquuro mataqaana ilaa 20 sano Maraykanka iyo Middle East iyo Africa kaga soo shaqeynayay magaalada Muqdisho kaleento
لو مليون إلى سدح مليون بعد استغفر الله كنا والله أنت عصو جواري يا صو جشو بجاشتي بعور متقام يا فنتي خنتن سنة لحن سنة دعوة ذي تهاي بترول كاستعمال يعني هدو ديزل نقضه هدو بترول نقضه هدو غازلين نقضه عن الحكم سنين مركي جواري أصفرها بدن فنتي متقام هدي عن الحكمين يدين بترول كاستعمال ديزل كاستعمال يعني أي لطف كودي مينتيننس كودي كوقف كودي هذا دون كما تقعنا باور مركو قال لا تنسى محلية وإن دود ممنوع يكرك تينو المجالة المركرين أنا إنه حصل تقال باور متقعنا لحين سنة ثلاثة سنين المجالة جوبتو ميدا كالو والشده رصف كودة تمرت داليو دون كو حاجر خلو اندسري الزون متقعنا إن المجالة كبحسين يهين أما آد لو حاكمي هدو حالكي ساحة فريه لدقنا لحدو دي إن ماليه متقعنا مشينا دي ووينا جنريترس كودة بكل الناي warkaasi aad kala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka badbaaday mushin ka dhan ahaa oo baarlamaanka la horgeeyay mushinkaas waxa ka dambeeyay dhinacyada mucaaradka waxaana la doonayay in xilka looga qaado Marwa May mushinka codka kalsoonida ah lagu qaaday Marwa Theresa May Ra'iisul Wasaaraha UK ayaa ku soo beegmay maalin uu kadib markii ay guuldarro weyn kala kulantay baarlamaanka dalkaasi kaasoo kasoo horjeestay maalmarinta heshiiska ka bixitaanka midowga yurub hoggaamiyeyaasha axsaabta mucaaradka ayay kulamo kala duwan la qaadatay kadib markii ay ka badbaaday mushinkii codka kalsoonida loogu qaaday Marwa May iyada oo ka dalbatay in si wada jir ah ay ula shaqeeyaan shacabka UK ayaa u codeeyay inay isaga baxaan midowga yurub لكن عفصيلة القروحة اي تحاي ان يضع ان لقارين وحي الشيس اي بريتن اساقا بحضو ميدو واركي او اعدادو ديال كرسوعتين تلفشن كا غران كا سوماليات وانقا انتا ادي وصيقا وحي ديبكا يلي كرا برتا يوتيوب كا تلفشن كا غران كا يسودو كرا برتا فيسبوك وصيقا يانا كامرنين اس ان تي في دود اس او واني بعب شكولي الاحمد